حديث العالم والتساؤل الأبرز، ما هي سيناريوهات الرد الإيراني أو الثأر الإيراني إن صح التعبير؟ بالطبع هناك تقارير استخباراتية تشير إلى أن هناك ردا إيرانيا انتقاميا تجاه إسرائيل، لكن شكل هذا الرد وحسابات المكاسب والخسائر والمخاطر وما إذا كانت إيران تريد استعادة الردع أم تريد التصعيد، كل ذلك أسئلة مطروحة على الطاولة، بمعنى أن هناك بالفعل سيناريوهات كثيرة حول استهداف إيراني لمصالح ومنشآت إسرائيلية سواء داخل إسرائيل أو خارج، ربما تكون في منطقة البحر الأحمر أو شرق المتوسط. أيضا هناك ترجيحات أن يتم استخدام صواريخ باليستية وصواريخ موجهة، وتملك إيران عدد كبير من الصواريخ الدقيقة سواء عبر يعني الحرس الثوري الإيراني أو عبر الوكلاء. هناك أيضا سيناريوهات تتعلق بحملة أو يعني ضربة تشترك فيها عدة جهات سواء حزب الله في لبنان أو الحوثي في اليمن، إضافة إلى جهات أخرى. هذا الرد المشترك، ربما هذه نقطة مهمة، إذا ما تحدثنا عن رد مشترك بمعنى إيران والأذرع في المنطقة، هل من الممكن أن تلجأ إيران إلى هذا الخيار؟ هناك من ذهب إلى أبعد من هذا، وسأسألك عن هذا الخيار، هل من الممكن أن تفاجأ إيران العالم بأن تضرب ضربتها من إيران؟ يعني المسألة أن تنطلق ضربة من داخل أراضي إيران، هذا يعني أن إيران ستتوقع ضربة إسرائيلية انتقامية بالرد داخل الأراضي الإيرانية، وإسرائيل يعني ستنتهز الفرصة ليس فقط في الضرب في داخل إيران ردا على هذه الضربة المحتملة، وإنما ستتخذها ذريعة للهجوم على مواقع نووية إيرانية، وهذا ما لا تريده طهران، وبالتالي أن يتم تشعيب أو جعل الهجوم المحتمل عبر وكلاء كثيرين في عدة مناطق في توقيت واحد ربما يجعل الأمور أشبه إلى ضربات متتالية تجعل إسرائيل في حالة دفاع وفي حالة رد على الوكلاء وليس على الأراضي الإيرانية.